يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يقول هل يدخل فيه التطفيف في حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم في التوحيد والتصديق؟ من باب أولى، إذا كان هذا في حقوق البشر كيف بحقوق الله سبحانه وتعالى؟ كيف بحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم.